سالم بوجديد، حارس عام الخارجيه اعداديه الاطلس. هنا مكلف بعمليه تسجيل تلاميذ الملقاحين من مركز تلقيح ثانويه تاهيليه جديده. اذا نظرا للحاله الوبائيه اللي في المغرب، ارتأت الوزاره انها تسرب عمليه التلقيح من اجل الحصول على واحد المناعه جماعيه. لذلك اقترحت ان تلقح التلاميذ ما بين 12 عام و 17 عام. والحمد لله رئيس مركز التلقيح بتضافر الجهود ديال السلطه المحليه وديال الاطر الاداريه والتربويه قامت بانجاح هذه العمليه بالثانويه التاهيليه الجديده، بتوفير المركز والقاعات ومكان اماكن التلقيح. اذا العمليه الحمد لله مره في اجواء سليمه وعاديه وكل سلاسه الحمد لله. السلام عليكم، انا السميه ديالي فاطمه ايتبركه، جيت مع الاخ ديالي كولي الامر جواد ايتبركه باش يدير التلقيح. اولا استجابه لنداء وزاره الصحه باش كل شيء باش نرجعوا للحياه العاديه، وكنتمنى الجميع انه يستجب لهذه الدعوه وشكرا. لي اسمها رضا باكتيت، جيت اليوم للثانويه ديالي، الثانويه التاهيليه الجديده تفراوت، مع ولي الامر ديالي باش ندير التلقيح. وكنصح جميع التلاميذ والتلميذات باش يجيو يديروا عمليه التلقيح اللي استمرت بنجاح. السلام عليكم، اسمي كامل حفيظه النعيم، جيت اليوم باش ندير التلقيح في المؤسسه ديالي الثانويه التاهيليه الجديده تفراوت، وكنشجع جميع التلاميذ باش يجيو يديروا التلقيح حتى هما.